كابتن علي لطفي، احنا على الهوا. كابتن علي احنا على الهوا. ببارك لكل جمهور النادي الاهلي النهارده. وانت يعني كل يوم بطوله صح؟ النادي الاهلي هو البطولات كلها. انت بتحسدنا ولا لك؟ الحمد لله طبعا، مبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك للعيبه، كانوا رجاله النهارده وعلى قد المسؤوليه ادوا بشكل كويس، وكل اللعيبه يعني كلهم على قلب رجل واحد، فببارك لهم وببارك لجمهور النادي الاهلي. وزي ما احنا متعودين هنفرح النهارده وبكره بكتير، ونخش بقى في المعمعه بتاعت افريقيا والدوري ان شاء الله، يعني ربنا يكرم. اتخضينا في اخر الماتش بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. انا شفتك بتجري وشفت كل اللعيبه، احنا كلنا حاطين ايدينا على قلبنا. لا، موقف صعب جدا والحمد لله عدى على خير. متولي من اللعيبه، ان كل اللعيبه اللي موجوده وكل الناس بتحبه. فالموقف، لا الموقف صعب، واول مره يعني يحصل لنا موقف زي دوت في الملعب. فالحمد لله يعني ربنا قومه بالسلامه، والحمد لله بقى كويس، ويا رب دايما كده ان شاء الله كل اللعيبه بخير وكويسين ان شاء الله. شكرا كابتن حبيبي. كابتن علاء بتقفل النهارده؟ كابتن شريف لسه مخلص، لازم ارجع عليه اروح.